مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من بوب اب نيوز. كنتلاقاو بكم كل نهار باش كنتقاسموا اخبار متنوعة، والبداية هذه المرة مع سميد من اكادير، مدينة اكادير اللي في اطار الحملة التحسيسية المشتركة ما بين كل من الجماعة والولاية وولاية الامن والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، نظمات يوم بدون سيارات. هو ماشي يوم، صباح بدون سيارات يوم الاحد من 9 للوحدة، بادرة طيبة في انتظار انها تتم على النهار كامل. هذا الشيء اللي كاين، وطبعا اجل توعية الناس المشاكل كاملة اللي كاينة المتعلقة بالبيئة. فبحال اللي قلتي بادرة جميلة جدا، نتمنوا انها تكون في مدن مغربية واحدة أخرى، ولكن تبقى النهار كامل نشوفوا أخبار واحدة أخرى في زابينغ. تحتضن مدينة الرباط ما بين 18 و 28 أبريل الدورة 9 من مهرجان جدار فن الشارع، دورة تسلط الضوء على الفن التجريدي والواقعية فائقة الدقة من خلال استقبال فنانين متميزين في هذا المجال من 8 بلدان لتزيين 12 جدارية بمختلف أرجاء وأنسقة العاصمة. كما سيتم إبداع جدار فني جماعي ستكون بمثابة مختبر للشباب من تأطير إد أونر وبازيك. أعلنت الممثلة سعاد نجار عن تأسيس مؤسسة للفنون الدرامية تحمل اسم زوجها الراحل الفنان محمد البستاوي، مؤسسة ستولي الاهتمام بكافة الأنشطة الفنية والثقافية التي تخص الشباب المغربي. وصرحت الفنانة أنه سيتم الإعلان قريباً عن مشاريع المؤسسة وبرامجها. صوفيا بطمات رحلت أغنية جديدة بعنوان لحظة، مزجت فيها ما بين الدارجة الإنجليزية والفرنسية عن فيتورينج مع شريف. ضيفنا اليوم هو الفنان المتألق مروان حجي، واللي كيمتع جمهوره في مختلف المدن المغربية منذ بداية الشهر الفضيل بعروض حضرة جاز. عروض جميلة جدا، واللي مشى كله كيقول بأن فيها مجهود كبير من الناحية الإبداعية، ماشي في غناء فقط إنما الإخراج ديال العرض كامل جميل جدا، سينوغرافيا كما قلتيها ابتسام. وحنا طبعا كنا حضرنا لوحدة من هاد الحفلات وكان لنا لقاء مع مروان حجي، نشوفوهم بعد رجع. مروان حجي فنان مغربي معكم على برنامج بوباب. مشروع حضرة جاز هو عمل فني مراعينا فيه بزاف ديال التفاصيل الفنيه منها والتقنيه والابداعيه والاخراجيه. شحال هذه كنت كنفكر انني ندير بلاطو بهذه المواصفات، فيه اشياء جميله، فيه تفاصيل ديال تراثنا وديال هويتنا المغربيه برؤيه حداثيه، برؤيه نطل بها على العالميه. لما لا، هويتنا وثقافتنا وفننا يسهل انهم يكونوا في الواجهه. كيرافقني في هذه الجوله بزاف ديال الناس اللي خدامين على هذا المشروع. هو عمل فني، عمل ثقافي، عمل ابداعي، سنوظف فيه التراث المغربي بطريقه زوينه وجميله كترتقي للمستوى ديالو والثقل ديالو. الفكره ديال الفيديو كليب ديال اغنيه سلامي موضوعها اولا هي مستوحاه من التراث الحمدوشي، هذا التراث اللي عنده حتى هو واحد القيمه روحيه كبيره. وعندي معاه واحد القصه من كنت صغير، وانني كنت احنا في فاس عندنا الدقاق، يعني هو داك الشخص اللي كيجي كيفيق الناس للسحور، دونك هذا الدقاق كان دائما تيدوز كيدق وتيغني هذه الاغنيه هذه. وانا هذه الاغنيه عندي معها فريمون واحد العلاقه كبيره، ودائما كنت كنحلم انني نديها بطريقتي وبشكلي. الفيديو كليب ايضا مصور في عده مناطق زوينه تاريخيه كبيره بمدينه الرباط ومدينه فاس. العمل ديال دمليج زهيرو للمخرج الكبير ديالنا سي حسن بن جلون، هو عمل من انتاج القناه الثانيه، وعمل اللي حقيقه تيهضر حتى هو على الثقافه المغربيه بمدينه فاس. هذا الدور عجبني، علاش؟ لان اولا يجسد قصيده ملحونيه اللي هي من تراثنا المغربي، واللي انا يعني بحكم انني كنشتغل في التراث دونك تتعنيني بطريقه مباشره. ولكن الجديد هو انني ما جيتش كنغني، جيت كنمثل. سي حسن بن جلون وضع ثقته فيا، واول يعني مشهد غادي نصوره اعجب بطريقه تمثيلي وبلا سبونتانيتي ديالي وكيفاش زعما تعاملت مع الكاميرا والى اخره. دونك نتمنى انها تكون تجربه زوينه، وبلا شك تجربه زوينه، لان شوف انا اي حاجه فيها المغامره كيعجبني نعيشها حتى في الفن. اللهم صلي وسلم على النبي النبي العربي مولاي محمد. للتذكير مروان حجي غادي يختم عروض حضرة جاز لهذا الشهر بطنجة مساء هذا اليوم. شكرا لك ابتسام. شكرا لك سامي. شكرا مشاهدينا على مشاهدة البرنامج. طبعا يمكنكم تعودوا تشوفوا الحلقة السابقة عبر موقع قناة ثانية دوزيم مايما ولا الابليكاسيون ماي دوزيم. السلام عليكم.